خلينا نسمع مقتطف من كلام أنطونيو جوتيرش ونرجع مع حضراتكم نكمل كلامنا. أدعو إلى إطلاق الرهائن فوراً ودون شروط، ويجب إنهاء هذه المعاناة. إن الفلسطينيين في غزة يحتاجون ما تم وعدهم به، ألا وهو طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو قطرات من المساعدات. نحتاج إلى إحراز مزيداً من التقدم، ولتحقيق هذا الأمر فإننا بحاجة إلى خطوات فعالة وعملية. يجب إزالة العقبات. وتعقيبا على زيارة أنطونيو جوتيرش للقاهرة، معنا على الهاتف دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. إزاي شايف هذه الزيارة في هذا التوقيت لأنطونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة، وإلى أي مدى يمكن أن تحدث تغيير في هذا التوقيت؟ هذه الزيارة، أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين. يعني إذا نظرنا إلى هذه الزيارة من حيث الدلالات، نجد أن طبعا هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لأنطونيو جوتيرش إلى مصر، وبالتالي يعني هي بتحمل لها عدة دلالات. الدلالة الأولى أهمية الدور المصري، سواء فيما يتعلق بإرسال المساعدات أو فيما يتعلق بالبحث عن حل لهذه الأزمة التي بالفعل متفاقمة منذ 7 من أكتوبر حتى يومنا هذا. مصر هي أكثر الدول من دول الشرق الأوسط معنية بهذه القضية، وبالصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة، وبهذه القضية بصفة خاصة. ويبدو بالفعل، أو يعني هذا ما يتضح للعالم، سواء كان من خلال الممثل الأممي أنطونيو جوتيرش أو من خلال السعي او الاتصالات المستمره بين الاطراف الدوليه وبين ومصر، هي طرف في كل هذه الاتصالات بشان ايجاد حل وبشان التخفيف من حده المعاناه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع. الامين العام للامم المتحده هو يعني رجل يعني لم يغير كثيرا من كلامه في كل مرة، سواء في على منصة الأمم المتحدة أو على يعني في الكلام الذي يعني تحدث به في مصر، هو يتحدث عن ضرورة الوقف إطلاق النار، وضرورة يعني أضاف إلى ذلك ضرورة إطلاق الرهائن. وهذا بالفعل يعني هذا مطلب يعني لا ترفضه حماس، لكن هذا الوقف إطلاق الرهائن يجب أن يتم أيضا بشروط. هناك رهائن من الجانبين، يجب بالفعل أن يكون هناك. القضية الأكثر حيوية الآن هي إدخال المساعدات، وهو أشار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشتى الطرق يا دكتور جمال. المساعدات التي تسقط جويا هي المساعدات ليس كافية، وهي الطريقة الأمثل لإدخال المساعدات هو الطريق البري الذي تعرقله إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة انسقى بكثير من المسؤولين، أو أيضا اصطحب معه فيليب لازاريني المدير عام الوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، والذي تكن بها إسرائيل عداوة خاصة هذه الوكالة. صحيح. لأنها تذكرها باللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا من الشمال إلى جنوب غزة، اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 48 ومنذ عام 67 حتى يومنا هذا، هي تريد تفكيك. وفيليب اللازاريني صرح أكثر من مرة بأن إسرائيل تريد تفكيك الوكالة من خلال إلقاء التهم، ويعني حث بعض بدون أي دليل صحيح أو على قطع المعونات التي تقدمها إلى الوكالة. دكتور جمال، أنا أعتقد طبعا أن مثل هذه الزيارة هي زيارة مهمة وحظيت باهتمام يعني عالمي، في ظل يعني أيضا في ظل أنباء أو أحاديث يعني بيطرحها المسؤولين الإسرائيليين بعزمهم على اقتحام رفح الفلسطينية. صحيح. حذرت منه الأمم المتحدة، حتى حذرت منه الولايات المتحدة نفسها من مخبة هذا الأمر بإسرائيل. صحيح. دكتور جمال، الحديث عن وجود ممر بحري، إمكانية وجود هذا لإنفاذ المساعدات الآن، يعني أنا أعتقد طبعا يعني أن هذا بيحتاج أيضا يعني ممر بحري، يعني لن يكون بشكل أكثر فعالية مثل الممرات البرية. إذا كانت إسرائيل ستوافق على ممر بحري، وإذا كانت بتوافق على إسقاط مساعدات، هذه أنا أعتقد أنها بتأتي في قبيل الدعاية أكثر من كونها
مسألة حيوية أو مسألة فعلية. فإذا كانت إسرائيل ستوافق على ممر بحري أو هي بالفعل وافقت على إسقاط مساعدات، وهي مساعدات رمزية، يعني كل المساعدات التي بتسقط من الجو لا تتعدى يعني حجمها يعني عدة شواحن على أصابع اليدين. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن الطريقة الأمثل هو التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أن الطريقة الأمثل لإدخال المساعدات هي الطريق البري. يعني دكتور جمال، غدا جلسة في مجلس الأمن والتصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة. الموقف الدولي يمكن جاء مخيب للأمال بشكل كبير بعد أحداث 7 أكتوبر، إلى أي مدى ممكن أن يتغير هذا الموقف الآن؟ كان في بالأمس الأول كان هناك جلسة أيضا لمجلس الأمن تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار، لكن هذا المشروع وصف بأنه مشروع دعائي ووصفته أيضا يعني كتبادلت الاتهامات من روسيا والولايات المتحدة حول نوايا الولايات المتحدة في طرح هذا المشروع، لأن هذا المشروع جاء ليديم حماس، وجاء أيضا ليتحدث عن إفراغ غير مشروط عن الرهائن وهدنة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذا المشروع يعني رفض أو يعني استخدمت كل من الصين وروسيا حق النقد لهذا المشروع. نتمنى بالفعل أن يكون هناك مشروع. هذا المشروع قيل المشروع الذي سوف يقدم غدا، قيل أنه سوف يقدم من دول أو من إحدى الدول التي ليست عضوا دائما في مجلس الأمن. نتمنى بالفعل أن يأتي مشروعا متوازنا ويتحدث عن وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات دون شروط، ثم بعد ذلك نتحدث عن مسألة التبادل الأسرى أو كل هذه الأمور، والتي هي عملية يعني عملية معقدة استغرقت كثير من الوقت منذ يعني 3 شهور حتى يومنا هذا، ونحن نتحدث عن تبادل الأسرى والأسرى ولم يأتي هذا بأي ثمار حتى يومنا هذا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.